راح نخفق لك البيضتين. واحد طبعا هو يفترض نص قلاص يكون طحين، بس احنا بنخليه على النص بالضبط. عفية 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 ولادي، عفية بعد ولا بس هيك؟ عفية بعد شبدي بس خلاص. طب قولش كلمة بس تفهمها، بدي كلمة افهم كلمة بهالحلقة. عفية يا بعد شبدي يعني كبدي. يا بعد قلبي يعني قلبي. كبدي؟ ايه. يا بعد مخي يعني مخي. مخي بعرف. اوكي. هاي مخي بعرف. مثل ما قلنا على اللحم حطينا البصل وحطينا الثوم وحطينا قفشتين بهار وحطينا قفشة ملح. تعرف شنو قفشة؟ كمشة صغيرة.